تتكون تلال مدافن دلمون ثالث موقع بحريني مسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو من حقل تلال مدينة حمد، حقل تلال مدافن الجنبية، حقل تلال مدافن عالي الشرقي، حقل تلال مدافن عالي الغربي وتلال الملكية. تم بناء تلال مدافن دلمون خلال فترة دلمون المبكرة التي امتدت ما بين 2050 و1750 قبل الميلاد تقريبا، ويشمل المواقع الأكثر تمثيلا للنوع المتأخر لفترة دلمون المبكرة. وتقف تلال المدافن هذه كشاهد على صعود الحضارة الدلمونية المبكرة التي ازدهرت حول الألفية الثانية قبل الميلاد. خلال تلك الفترة اكتسبت البحرين أهمية اقتصادية على المستوى الدولي كمركز للتجارة، مما أدى إلى زيادة نمو السكاني، ونتيجة لذلك إلى نسيج اجتماعي أكثر تنوعا. وأفضل انعكاسا لذلك هي المقابر الواسعة بقبورها المتنوعة وتلال المدافن ذات الأحجام المختلفة، فضلا عن تلال الزعماء والأروع منها جميعا ما تسمى بالتلال الملكية.